المباراة فكرتنا في مباريات أخرى مع الأسف. ملي كيجي الماء هو بلاص ما يكون واحد مصدر فرح كيولي مشكل. الملاعب ملاعب اللي كتحترم بعض المعايير الدولية راه ملاعب راه هي اللي كتكون. هذا ملعب اللي ما عندوش كيفاش الفلتراسيون ديال الماء الغازون ديالو راه ما كيتسماش ملعب اللي هو كيستاجب للمعايير. ما عرفتش انا كيفاش هاد الشركة هادي اللي قامت وخسرات الملايير ولا الملايين ولا هذا كتقول لك بان الملعب هو مصوب مزيان وبالتالي كتبان لنا هاد اللعيب هذا وبعض اللي منقولة في بعض القنوات اللي هي كتمشي للخارج لا محشومة صافي. حنا والله لا كنبقاو حنا كنغرقوا بالحشومة باش كنشوفوا بحال هاد المباريات في هذاك الماء وداك الشيء ديال مع الاسف كتجي غير شي مباريات اللي هي عندها نسبة المشاهدة كبيرة وكتزيد كتبين الدار البيضاء على سبيل المشاكل ديالها.